أنا رح ليا السفيه ينطق بما فيه. يا هيك رجال يا بلا. طبعا هلا الصبايا رح ياخذوا لي حقي. ما انا بدي اسمع جواب. تفضلي. شد لي حالك. قلت بتحبها شقرة وعيونها خضر وكثير بتطلع على الشكل الخارجي. انا بدي اقول لك شيء، المرأة الجميلة تجذب الرجل لساعات، والمرأة العفيفة تأثيره مدى الحياة. أكثر الناس انتقادا هم أكثر الناس تعييبا وعيوبا. إن كانت الحياة ضدي وأنت ضدي فأني أعشق التحدي. أنا يا سيدي لست مبدعة بفن الغرور والكبرياء، لأني إنسان من طين وماء ومصيري الفناء، ولكن أحذر أن تنظر لي نظرة الكبرياء، لأنك حتما ستجد غروري وصل لحد السماء. لست أفضل من غيري، ولكني أملك إرادة قوية تجعلني أرفض مقارنة نفسي بأحد.